بسم الله الرحمن الرحيم. السوق مالنا مال الشطرة هذا هسه تبيح له بأقدم سوق بالمحافظة كلها. تأسس يعني بالقرن الماضي بالضبط. وهنا هذا المطعم أنا موالي 56. ها وعيت عليه مطعم. يعني أكثر من 50 سنة 60 سنة هو هذا المطعم مفتوح بالشطرة. تراث الشطرة هذا المطعم. اي محافظين عليه احنا هسه المطعم احنا صار له قلت لك من القرن الماضي محافظين عليك بس كباب اللي اشتغل يعني من صار المطعم لحد الان احنا وحافظين عليه انه هذول جماعه الكعك بقابلنا محليا من وعيت عدني هم يبيعوا الكعك السفافير ورانا ما انتهت تقريبا سوق السفافير بس واحد ظل ولا دخلت ورانا نداديف لحد الان يشتغلون بشغله النظافه وما انقطعوا من عندها رغم هالشيء التطور والسجاد والدواشق واللحف كله اسفنج وهذه هم على القطن مشتغلين من 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 اب لاب. سوق الشطره بالذات يعني سوق قديم ويختص بالقضايا الشعبيه كانت بالبدايه. وهذول اللي يسوون يعني مثل المناجي العقول العبي عندنا من هذا القديم بالقديم بعدين تطور تحول يعني عليكم السلام ابو علي كل الهلي وتطور وتحول مواد غذائيه خضروات بانواع يعني شيء ما موجود هنا تلقاه بشر يعني واسعاره مناسبه وحلوه ورخيصه وناس هم طبيعتهم على طبيعتهم بسيطه الاوليه ما متغيرين ايه هو يبي اشياء حلوه يعني بالشطره تلقاها هسه الاسعار تلقى مختلفه من دون المحافظات الشطره رخيصه بكل الاسعار زينين الناس اهلي احنا سوق الشطره مقسوم نصين يعني على صوبين صوب هذا يسمونه وذاك صوب ثاني يعني هذاك الصوب هم يعني مثلا توجد به مال اسماك ما اسماك لحوم اي يعني بهذاك الصوب هذا الصوب يسمونه صوب الخضروات وما خضروات هنا تلقاه اي وبعدين يعني الناس توسعت يعني ما ظلت على المهنه نفسها طورتها صارت هواي محلات اشكال بيها يعني بين القضايا المنزليه بين الاثاث بين الخضروات كل شيء تفرع بيها
بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي مدينة الشطرة، مدينة عريقة وحضارية تفخر بالأدب والشعر بالفئات العشارية والتقاليد العشارية. ثاني شيء احنا نعاني من أشكال بالمواد، ارتفاع الأسعار حالياً ومواد غذائية، والمواطن يعاني من هذه الشيء. نرجو من الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية تنظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع. لو تعانوا تأخير الحصة التومينية هذا يسبب أشكال يعني بالحالة الفقر. أخي هذا السوق مالتنا يعني سوق قديم يسموه سوق المسقف، اللي كان والدي الله يرحمه يعني قديم بالأفراد، وعندنا سوق الحلويات جبار جعفر، وعندنا مطعم سلمان، يعني السوق يعني قديم، كانت شعبيته حلوة ولمتنا حلوة يعني قلب على قلب. اللي اختلف أهاليتنا كلها راحت، السوق تطور ومواد غالية أسعار صعدت، يعني حتى الحكومة خلي شوية تراعينا بالطحين، يعني الطحين 41-42، المواطن يعني الأسعار الكعك صعدت ما قاعد يشتري، الشكر صعد، الدهن صعد، يعني المواطن لمن يتجه إذا الدولة يعني تحاربه؟ لمن يتجه المواطن؟ لو اتطور ما يظل على حال السوق، اتطور صارت تطورات هواية، يعني أكو شباب فتحت، أكو شباب إلى مستقبل فتحت محلات تطورت بيه، كهربائيات، الحلويات، الملابس، الجملة اشتغلت بيه، بس هي شنو تبقى الأسعار صاعدة، الورق صاعد، دولار صاعد، يعني المواطن قام يعني قلة يشتري، فخلي يراعون بي، يعني الحكومة خلت تلتفت على الشعب العراقي المواطن التعبان. والله كانت حياة بسيطة، حياة بسيطة بس يعني كلها حب وناس متآلفة وناس متقاربة. والله يا ريت نطالب يعني هذا السوق، يعني هذا شوف القصة اللي ما ادري كم سنة السوق هذا ما حد عمره، ما حد طبله، ماكو بلدية طب قاعد تجي تنظف، خدمات ما توصل لدوم، يعني احنا قاعد ننظف المحلات بيناتنا، قاعد نجمع وننظف هذا السوق، نسوي السقف احنا قاعد نجمع ونسوي، يعني تعاون من الحكومة ماكو، تعاون من الحكومة ماكو ابد، يعني عامل بلدية ما يطب للسوق مالتنا، احنا قاعد ننظف السوق بدينا. يجب الحفاظ على هذا التراث وهذا الأشياء. طبعا هذا تراث قديم، اهلنا هذا تراث، اهلنا هذا طبعا نحافظ عليه. راسم ابو عباس. بالنسبه لنا هنا احنا مدينه الشطره عندنا سوق، اقدم سوق بها هذا سوق الشطره الكبير، اللي هو يبدي من رأس السوق لحد ما يوصل لنهاية السوق بعدة مهن وعدة مصالح ويتفرع إلى عدة فروع. السوق هذا هو بالبداية من هنا السوق الطويل يسمونه السوق الكبير، بعدين أكو فرع من هنا عندك سوق الصفافير، كانت مهنة الصفافير سابقا، حاليا مهنة الصفافير لغت. عندك السوق الثاني بصفة سوق الخياطين، بعدين يتفرع إلى سوق الذهب، من سوق الذهب يتفرع سوق العبايتشية، من سوق العبايتشية تبدأ القيصرية، أكو هنا بعد وسط السوق كانت منطقة الخضارة هنا، بعدين بصفة يجي سوق النجاجير. والمهن متفرقة بما مختصة يعني بمهنة واحدة، عدة مهن موجودة. بالنسبة احنا هنا مهنتنا الكماليات، احنا صار لنا هنا بالمحل تقريبا بحدود يعني من سنة 78 لحد الآن، احنا هاي شغلتنا، كانت سابقا أجهزة أفريقية تحولت بعدين إلى كماليات، وبقينا على نفس المهنة ورثناها من أبنا، من الأب للأبن، وباقين على نفس المهنة مالتنا، وباقي المهن كذلك. هم أقدم الناس هنا، أكثر الناس يعني كلها قديمة موجودة بالسوق، كل من باقي بمهنته. السوق لا والله كان سابقا يعني السوق الحركه مالته ممتازه، واغلب الناس كانت كبار السن موجوده بالسوق، يعني سابقا تعرف الناس الكبار هاي لها هيبتها ولها بركتها ولها اي.
والله حاليا الحركه مو شيء يعني، مو ذيك الحركه، لانه اكو ركود بالسوق موجود. اي مو مثل قبل، سابقا لا، اكو كانت شغل واكو حركه قويه، بس تدري هسه شغله الكساد والارتفاع الاسعار وهذا اثر على السوق هوايه. يعني بالنسبه للارضيات هذه يا ريت تطبق شغله كاشي او شو اسمه هذا الشتايجر، بحيث يصير سوق نظامي. بالاضافه لهاي الاسقف مالته كلها تعبانه. يعني انت هسه اذا تريد تصور الاسقف مالته من سنه السبعينات لحد الان باقي على وضعه ما تغير. فالمفروض اكو يعني في جهود بالنسبه للقائمه المقاميه او بالنسبه للدائره المختصه بحيث تجدد هذا الشيء، لانه سوق تراثي وسوق قديم، فالمفروض يحافظون عليه بهذا الشيء. سوق الشطرة قبل كان سوق الشطرة حلو بهلا وبناته، زين هسه تغير بيه هواية كل الناس، يعني المجتمع تغير بيه، اخلاق راحت يعني تغيرت مو مثل قبل. يعني قبل العشائر تختلف هسه تختلف، القانون قبل حلو هسه قانون ماكو، زين يعني كل شيء تغير بيه السوق، زين يعني حتى يعني المحلات تغيرت. يعني هسه بينا ما الغراض يعني قاعد يعني زيد محبه وصوره وأدز يعني ثقافه، بس هي ماكو يعني عندنا النوع اللي تريده. يعني هسه سوق كاف، مجتمع كاف هسه، زين يعني حتى شبابنا انتهت، يعني ماكو شغل ماكو عمل ماكو. تريد عشان تشوف السوق يعني هسه الساعة بالعشرة وتسعة ونص هسه حاليا ماكو بشر بيه. قبل سوق حلو، يعني ترتيباتنا قبل كنا نبصل بثنتين بثلاثة بالليل، يعني نبصل بثمانية الصبح. يعني سوق ايش هذا يسمونه؟ احنا تعب سوق حيل تعب، تعبت الدولة، ما اقول لك تعب البشر ولا اقول لك تعب المواطن، لا مواطن ودي له يكسب ودي له يعني يعيش زين،
بس هسه تعبته الدولة. الدولة هي تعبته حاليا، يعني السوق صعده، مواد صعده، ماكو حد يعني رواتب يعني قبل يعطونها يوم 24، هسه قام الرواتب يعطونها يوم 5 او يوم 6. يعني هذا المواطن مين يجي؟ مين يجي؟ يعني الا هو راح يسحب عليه كله دين، كله دين يشتري، وراح يجي الراتب يعطيه كله شنو دين، ما راح يلم له قوته ويسوي له فشي. يعني هذا اللي عنده، يعني اللي عنده شاب الزواج، يعني هذا ينتهي حياته، مصيره تعبانه. أنا مو بس يعني كل الصحاب، يعني حتى اللي يجي يتزوج يعني يوم عنده ولد يعني ما يقدر يتزوج. يعني أزل شيء فد 10 ملايين 15 مليون اللي يراد للي يتزوج هذا الابن، مين يجيب من هذا؟ زين؟ فاحنا مجتمعنا هذا حيل تعب. الشطرة هو كان يعني كان سوق، سوق العباشية عندك هناك، وعندك سوق أهل الذهب، وعندك سوق الخضارة. وشو قبل اسواقنا تختلف عن هذا، هسه اختلفت. يعني هسه مقصب يحط لك هنا، قبل عندنا مقصبه مزرعه ذاك الصوب، مقصب واحد والسمك واحد واللحم واحد والدجاج واحد. هسه ماكو، وين ما كان قام يجي يبصون، يعني كثرت هسه ما تعرف السوق هذا سوق من او سوق ذاك. هيك زين، هسه السوق كله اختلف. اختلف عندنا السوق، قبل هسه سوق العباشيه الطفليه بس العباشيه، سوق القماميش بس القماميش، سوق خيايط بس خيايط، سوق الذهب بس الذهب. يعني انت شايفك تسوق مع يعني مع القماش يحط فيها مقصاب؟ ليش؟ لان القانون ماكو. قبل يعني السوق حلو، يجيك يوم الجمعه يعطيك عطله غصبا عليك، الجمعه تعذق. قانون قبل، شوف القانون قبل، الثنيين للحلاليق والقصاصيب، هسه ماكو. يعني القانون اختلف، كله اختلف عندنا. لا هسه طبعا، قبل وين؟ قبل ما كنت اشياء ما موجوده، هسه وين؟ اكو تطور، اكو كل شيء، اكو هسه بالسوق. يعني شتي موجود بالسوق، قبل لا تريد الحاجه ما تلقاها، تروح لبغداد، هسه لا متوفره، تليفون واحد يجيب لك اياها، اي شيء يجيب لك اياها. ذكرياتك خلاص، انت كلها بالجيش 15/4/77 دخلت الجيش، واسترحت بال 88 88 ولحد الان هم اشتغلت ببغداد، ورجعت هنا ومر علي الحصار، فتحت مطاعم هوايه هنا ولحد الان هسه قعدنا بعد هذا. أنا تقريبا من 89 بالسوق، عرفت شلون؟ محلات هواية يعني اشتغلت بها، اللي قدام بعد هنا بالسوق اللي قدام وهنا. وبالنسبة للعمل يعني فترة عن فترة تختلف، ذاك الوقت ما كانت اكو موجودة أجهزة مثل هسه موجودة، أجهزة قليلة شحيحة، احنا كنا نشتغلها بدينا، أسقوها بدينا، عرفت شلون؟ وطريقة الاستخدامهم كانت قليلة، العالم اللي تشتغل عندهم كانت قليلة، مو مثل هسه صار التوسع وانفتاحهم مع القضية، ويعني عمل اختلف من ذاك الوقت اختلاف كبير بين السمو والقاع، يعني عرفت شلون؟ وبالنسبة للسلعة هسه لا موجودة، يعني كل شيء موجود سلعة، بالنسبة للأجهزة وبالنسبة للتطور التقني مثل ما تقول هم، عرفت؟ ويعني الوضع حسن. بالنسبة للماديات، الماديات قبل كانت تختلف هسه، قبل الماديات قليلة صحيح، لكن شنو؟ بها فايدة، بها بركة، تقدر يعني تشتغل، تقدر تكسب، تقدر تضم، مو مثل هسه الوضع. الوضع هسه يختلف، يعني هو يختلف، يعني هسه لا تحصل لك 15 20 30 100 هي رايحه قبل تطلع قبل، بينما قبل ما كنت تحكي، قبل كان تحصل لك 10 دنانير يعني تقدر هواي تصرف بها، تقدر هواي تشتغل بها البيت، تكسب بها هواي، تقدر تضم من عده. الوضع يعني اختلف على احيته حال. اي لا لا ماكو، هو سوق الشطر يعني هذا تقريبا ماكو غيره، انه ذني يعني هذا الشارع الرئيسي مالنا مال الولايه، اللي قدام سوق الفواكه والخضار، وهذا سوق الصفافير كانوا يسمونه، ولا زال هو سوق الصفافير. كان الوضع قبل يختلف، هم كان ذيك الصفافير القدامى هذولاك اهل الفافون ما فافون كانوا يشتغلون هنا مقدمه السوق هسه، وجماعه كانوا قديمين يعني بالمصلحه، عرفت شلون؟ الله يرحمهم راحوا، انا ما يحضرني من عندهم الاسماء، لانه
ما يعني مو على بال الاسماء بيها، عرفت شلون؟ وبالنسبه للناس هسه هاي كلها جديده، ما يعني مو القدماء، القدماء كلهم تقريبا قرضوا، عرفت شلون؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شو هذا البغل الصراحه؟ ايش فيه؟ اطول من عنده، اطول من عنده هذا. ما بيش بكت، بكت 5 ساعات. السوق يسمونه سوق المسقاف، هذا سوق المسقاف. السوق سوق قديم، يعني هم اهل الشطره كل قضاء كل اهالي الشطره هم هنا يلتقون بهذا السوق، السوق الرئيسي، السوق الرئيسي، السوق هذا سوق صفافير، هذا قديما كان يسمى سوق صفافير، تحول الى سوق صفافير. هسه اغلبيه سوق صفافير انتهت الاشغال مالته، لا هسه بدت تعويض عنه بشغلات هوايه. احنا ناس هنا قدماء بهذا السوق، سوق صفافير، وتحول الى محلات. واحنا هنا هسه الاشغال اللي موجوده هنا بهذا السوق اشغال يعني كلها مواد انشائيه، تحول من سوق الصفافير الى مواد انشائيه بهذا السوق من بدايته الى نهايته. اي وهذا سوق الشطره، السوق يسمونه سوق المسقف، يختلف عن باقي الاسواق، يختلف عن باقي السوق. هذا السوق الرئيسي اللي دائما اهالي الشطره وقضيه والنواحي الشطره كلها دائما تجينا بهذا السوق، القرى الشطره، الناس اللي داير مداير الشطره كلها هنا يلتقون بهذا السوق يسوقون من عنده. والله الحركه الاقتصاديه هسه الحركه مال السوق مو ذيك الحركه القويه، البيع والشراء هالايام هاي مو شيء، مو هالقد قبل الاسواق، قبل البيع والشراء ممتاز، هسه السوق مو زين، مو هالقد هالبيع هالايام. تاريخ ويا تاريخ الشطرة بالنسبة للسواق، كل سوق إلى مكانته. مثل سوق كنت أنا كنت تغير بسوق النجاجر قبل لا تتفلش عندني، أكو خان حقينان اثنين بي، خان سيد علاو بالتمر وخان حج مزعل الله يرحمه، انبنى عماير ذني، كل واحد صار عمارة ومحلات. هسه أنا بطفولتي كنت بسوق النجاجر، طفولتي كنت بسوق النجاجير، وكان هناك غنان اثنين، خان مال تمر سيد علاوي قلت لك، خان حج مزعيل. بعدين انا جيت تحولت لهنا، كان غاد محل والدي وتحولت لهنا. هنا صار 20 سنة، كان هذا حمام قبل لا يتفلش، فلشوه وصار محلات، ونشتغل هنا بالماطورات والمراوح. اكو قسم راحت رحلت من هذا المكانات، اكو ناس شالت واكو ناس ظلت ولتها قاعد تشتغل وقاعد تعمل زين، نفس شغلهم نفس عملها الاولي زين، اكو بيها لا غيرت. لان انا كنت بالنسبه لي احنا انا وعيت على والدي يشتغل عقال، العقال هذا العقال اشتغلت، كان احنا من اصل قديم، لانه احنا نشتغل العقال من قديم، من جدي من والدي الى احنا. اخر شيء شفنا العقال بعد ما الى سوق قوي وحامي، بدلنا كانت محلاتنا كبار وهاي نبيع بطانيات مفروشات، وبالتالي ورا فتره غيرت انا بالنسبه لي، ظليت اشتغل بالحبل، الحبل وهاي شغلتي، لانه احنا اصحاب سوق واصحاب تكاكين ملك مو ايجارات حتى، لانه شغلتي قاعد مثل الونسه تونس بيه زين. سوقنا والنعم من عندها، ناس اكل ناس خيره وناس موجوده ولحد الان اجلاء ولدهم مؤدبين، ثقافه اداب اخلاق موجودين حاليا بالسوق مالنا، دول بذرتهم الاولين ناس اهاليتهم. واكو ناس تغيرت، اكو ناس اجت جدد، ناس عرف ماتت مو الاوليه، نعمه سوقنا ملموم بالسوق، سوق العباشية مع سوق الخيايط مع سوق الصياغ مع سوق الصفافير مع سوق التتنشية، سابقا هسه سوق الكهربائيين صار كله كهربائيين يشتغلون به غادي، هذا سوقنا. الله يحفظك.
بسوق العباكية، كان من سوق العباكية تلقي العبي بي والعقال بي والسجادة بي، هسه انقرضت هي لأنه تبدلت، لأنه السوق السجاد راح انتهى، أو العباية شوية خفت أو العقال شوية خاف. بالنسبة لسوق الصياغ هسه كثرت، لأنه ذهب ماذا مشتريات هواية صارت، قبل لا اثنين ثلاثة معدودين من أصحاب اللي يبيعون ذهب عندنا، كان عاشور صابئين صابئين إخواننا هذول الموجودين حاليا من الصابئين موجودين، كان ساكنين ويانا بالسوق متعاشرين وياهم، كنا علاقتنا بيهم جيدة من إخواننا الصابئ الموجودين في سوق الصياغ، كانوا هم معدودين، وريد صايغ جميل الصايغ وضمت وزرزور وعاشور، ذولا من القدامى الموجودين بالشطرة كانوا هنا يبيعون ذهب. هنا عندنا سوق الصفافير، كانوا موجودين قبل أصحاب سوق الصفافير موجودين صفارين الأوليين، وانتهوا اجت غير جيل وشغلة الصفارين انتهت وراحت قرضت شوية. قبل 28 سنة وحالياً بهالوقت هذا كان سوق هذا سوق الشطرة أول ما عملنا به كان العمل مستمر وخير من الله نحصل. هو هسه حالياً صورة عامة يعني هو السوق كله متوقف، إن اقتصاد شوية منهار عندنا بالعراق حالياً، هسه ما جاي حتى يومياً ما جاي نوصل حتى 10,000 15,000، إحنا بقاقيل حالياً. حالياً هسه حكى بقاقيل بيع بالمخضر ما جاي نبيع حتى 15 20 ما جاي وصل من الصبح لليل، يعني السوق تعبان شغل ماكو، وهذا سببه معروف، سببه معروف يعني تعرف شلون السياسيين والاقتصاد والدول اللي محاربتنا حالياً. ونحن مثل ما تقول والله ما اعرف شلون تحكي وشلون تعبر كذا، حاله السوق جاي تتغير الصوره عامه كلش عايب كيف لك الله قاعده وسكته، لا شغل ولا عمل ولا كسب، وفوقها جاي يزيدون الدولار علينا والوضع لا شغل ولا عمل، لا اكو مثل تسوق ولا اكو مثل بديل، وين جاي وين تطول وين تروح، ومحاربين حتى من البلديه ومن غير البلديه فوق الضيم هذا، احنا محاربين كل ساعه طالعه شيل شيل، وين نروح؟ وين تعيش؟ يعني انا عمري 50 سنه وعندي عائله كبيره، وين اطلع وجه وين اروح؟ شغل تعبان عمل ماكو، حتى شوف كيف لك الله يقصرك واقف يوم، اكو واحد عاملني على شغل على كيلو على كيلوين قاعدين وساكتين. تحيه لقناتكم الموقره. الشطرة اللي مشطورة، النهر بها نهر مشطورة الطين، والشطرة يعني كانت منطقة تجارية، منطقة تجارية الناس قبل هسه يجون من غير مكانات وين يتاجون بالشطرة، يعني مثل ما يقول ميناء، كان المنطقة تجارية ومعروفة، يعني القضاء هذا القضاء كبير
معروف عن حتى المحافظة، معروف منطقة الشاطرة بعد، منطقة فيها كلها الناس وين تجي للشاطرة من بغداد يشتغلون بالشاطرة، يتاجرون مو يشتغلون يتاجرون، فهي معروفة الشاطرة، وناس متكاتفة وناس مودة ومحبة وألفة واحترام بيناتهم. الشاطرة يعني تختلف قلت لك يعني الصيت مالتها، التواصل الاجتماعي هم متواصلين. شوف قبل واحد أخذ الثاني، إذا صار شيء يمه، إحنا ماكو غريب ولا هاي، هذا أخوه وياه، ولو إن شاء الله باغي هسه إن شاء الله محافظين الناس على جذور أهلهم طيبة أهلهم محافظين، باغي إن شاء الله باغين إحنا على هالصيت والطيبة أهل الشاطرة. احنا مهنتنا من جد ابوي يعني قبل 180 سنة، هذا المحل من زمان كان خشب، ظلينا نشتغل بهاي المصلحة، راح جد ابوي اجى جدي من واحد واحد متوارثينها يعني خبرة من زمان، وظلينا نشتغل بهاي المصلحة لغاية حتى اولادي يشتغلون بيها الأعشاب، ما نعرف غير هالشغلة هاي، والحمد لله والشكر، وإن سوقنا وإن ناسنا ويعرفوننا يعني ما يعني معروفين. بعد هتانا اسم شاكل عطار، هذا المحل يسمونه شاكل عطار، مع العلم شاكل عطار متوفي أبوي شاكل عطار، القبلة هم إلى يعني سوق وماشي والحمد لله والشكر، كانت ناس بسيطة مو مثل هذا، الناس بسيطة وأعشاب متوفرة وأمراض قليلة، والناس تتجه لمن تعال روح لمن هم قبل يسمون للعطار، العطار هو إحنا شغلتنا ننطي أي شغلة والحمد لله شكرا، ماكو كان أمراض هيجي مستحصبة ماكو إن شاء الله، يعني على الناس على نيتها وعلى فطرتها، لحد الآن إحنا قاعد نشتغل بيها والحمد لله والشكر، معروفين إنه يعني صيتنا وسمعة المحل هذا يعني إن شاء الله نضيفه، ومثل تونا إجينا المصلحة وقمنا أكو جماعة لا مع السلامة يجي قوة فاز، لا إحنا عندنا خبرة، عندنا خدامك دول أولادي يشتغلون يعني عمره 8 سنة وقاعد نعلمهم، يا بتنوع وشوفوا شلون شاعر، وها وأسوي العلاج بيدي مو مال أجيب جاهز، حتى جاهز ما لي شغلة بي، ما أنا أسوي بيدي مثل شغلات سكر شغلات مال التكييس مال النسائية، يعني احنا نسوي بيدينا عملنا بيدينا مو لا مال معلب وجاهز، هذا ما احترف بيها مو زينة، لأن لا مو نسوي بيدينا، واكو دليل واكو يعني شغلات شغل جونا الناس عليه، هذا المحل مالنا. هذا ما كان أعشاب، أطاطير معدودين بالأصابع، معدودين بالأصابع كانوا كم واحد معدودين وناس كبار، وبعدين راحت الناس الله يرحمهم، بقينا إحنا لا ظليت ما نعرف غير هالمصلحة هاي، لا أعرفها بسط، الناس بدلوا غير شغلات إحنا لا ما نعرف، لأن هي هاي مصلحتنا ما نعرف، ظلينا نشتغل بهاي الأعشاب. وهاي شوف عمك قلت لك أنا من عمر من سنوات لحد الآن أنا أشتغل بها المصلحة، يعني ما أعرف أغيرها، محافظة وكانت الناس بسيطة يا أبوي، ناس بسيطة والعلاج هم بسيط لا يأثر ولا كان مضاعفات، قاعدين نشتغل بها هاي الشغلة مالتنا. والله شو ما حد يجي، انت قاعد ما حد يجي، ها ما حد يجي.
سوق الشطره هذا احنا ابا عن جد هنا بالسوق كان المخضر يجينا محلي كله لا مستورد اللي فاكهه من بلد من بغداد من سامرة من موصل والحياه مستمره. هسه جانا هذا المستورد كل شيء ما تفتهم من عنده ما تعرف خليه كيمياوي ما لا بي طين بابا والسوق انت تشوف احنا سوقنا تعبان. هذا السوق من سنه 54 انبنى هذا يعني ابهاتنا سولف عليه كان يعني قيصريات وبعدين بنوا هذا بال 54 احنا هنا أنا من زمان بالسوق. السوق ما كان هيك قبل سوق كان يعني له قيمته وله وزنه بكل المحافظه مو بس على اي هسه تشوف السوق هذا هسه بس انت المصور وياك ذولا كم نفر اللي موجودين بالسوق يعني ما جاي نفتهم شوين وين هاي الاقتصاد القوي كان والبيع القوي وما تبخر ما ادري شو تغير ما جاي نفتهم. بعد هذا اللي موجود بالسوق الناس هاي كلها اغلبها يعني تطلع من الصبح لاجل كسب قوت يومه يعني اكو محلات حتى ايجار ما سد ما ايجارها ما جاي يسد احنا هنا أنا محلاتنا يعني اللي يأجر ما يقاوم مزيد من 3 أشهر 4 أشهر تالي عوف المحل ويطلع. يعني من جتنا هاي الحكومات لحد الآن ما نعرف شون البيع شون الشراء ما نفتح. السوق هذا أولا ما نقول لك نقطع أرزاق العالم وشيل البسطيات واللي هاي بس هي الحكومة لازم تشوف حل أبو البسطية ولبو الستوتة هذا اللي يفتر خطيه كاتلت الشمس في سبيل حصل له قوت يومي زين وهوايه هوايه تكسب الحكومه تقدر هوايه تطلع مكاسب عندها اشكال. هسه من ضمنها هذا طريق الحرير ليش ما توافقون عليه؟ ليش هذا مو لاجيالكم يعني بس انتم وولدكم زين ما عندكم ولد عم ولد خال ذول الاجيال هذا الطريق هذا يفيد الناس تكسب الناس تظل تحسر على تشوف لك عامل بالسوق ليش هيك يعني؟ ليش ما تشتغل هاي الحكومات جت كلها تشتغل ضد الشعب ما سووا شيء بس للموظفين انطوا شيء بسيط يعني قوت يوم وطول الموظف ولا ما غنوا هاي كله ندني بالاقساط من راتبه يسدد انطيك سلفه وبدي لك بيد طي لك يعني ما سووا في شيء زين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سوق الشطرة حلو كلش حلو كان هيك سرايب ونظام حلو وناس مرتاحة ومتونسة هي فقرة بسيطة كلها بس هي متونسة ناس فقرة وشوف شي بيه ثقافة علم شعراء شي اللي تريد الشطرة معروفين بالثقافة والأدب والأخلاق وكلها والكرم يسمونها احنا ناس احنا قصاصين قبل نشتغل قصاصين هسه توسعت الشطرة وصارت الشطرة كبيرة وصارت حلوة بس شنو ماكو راحة وونسة بيها ماكو والله هم بعد انت تشوفها جاي شوف المجاري شوف السوق انت تشوف كل شيء جاي شوف تعرف مو غشي ما يراد له كافلام شوارع ماكو بهسه اكو عمار جاي يشتغلون صحيح ترتيب جاي اكو ترتيب اكو تقريبا شيء قليل مو هواي بدل يسووا لهم شارع وعافوا الوساخه وعافوا هاي والزبايل بالشوارع شوف القص ما ينطب بعد هواي شغلات.
مصطفى ومصطفى نعم. بس لقاوين حج لقاء. خلي دون الدلال. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بالقناه، تشرفنا بالشطره. الشطره او سوق الشطره سوق عريق بالبضائع والالتزامات القديمه، يعني مثلا سوق الصفافير، سوق باعي السجاد القديم، كل أصناف الأنواع موجودة في الشطرة والالتزامات. الشطرة تقع على الشط، يشطرها إلى نصفين، سميت بالشطرة لأن يشطرها الشط إلى نصفين. سئلنا عن مدينة الشطرة. مدينة الشطرة مدينة عريقة بأهلها وبتاريخها المجيد، حيث أسسها الأجداد وفي مقدمتهم الشيخ خيونا العبيد رئيس قبيلة العبودة. سوق الشطرة سوق قديم فيه معالم تاريخية، وهذا السوق متنوع، منه صناعة العقل، العقال هذا العراقي أو العربي بشكل عام، وحيث كان مشهورا أنه الشطراوي والعقال الشطراوي. أضف إلى ذلك المصالح المتعددة من الخياطين وبائعة الزي العربي، وكذلك المصالح المتنوعة. لا يخفى عليكم أن مدينة الشطرة هي أحد أقضية محافظة الذيقار، ومحافظة الذيقار معروفة لدى الجميع. أهلا وسهلا بكم وكل الهلأ.